احنا التعديلات اللي وضعناها لدى الهيئة المكلفة بالمراجعة كنقولوا بهذه التعديلات هي منطقية وموضوعية وبأنها كتماشى مع واقع المجتمع المغربي. فمثلا التعديل اللي طرحناه عندما طرحنا التعديل في الإرث قلنا بأن الإرث خصنا باش نحلوا واحد المشكل كبير نحلوا عبر باب الوصية. لهذا الباب الوصية مع الأسف المدونة الأسرة اللي عندنا الآن سدد الاجتهاد عندما كتعلقنا واحد اللافتة كبيرة وكتقولنا لا وصية لوارث، وكنقولوا حنا بهذا لا وصية لوارث كيعمل بها فقط مذهب واحد هو المذهب المالكي. راه كاينه ثلاثة المذاهب الأخرى ما كتعملش بهذه، ما كتعملش بأنك تخلي الحق للوارث ولصاحب الملك لصاحب المال أنه يوصي لمن أراد، لأنه ماله والأصل الشيء أنه صاحب المال وصاحب الممتلك عنده الحق أنه يتصرف ممتلكاته. مادام عندي الحق نتصرف ممتلكاتي أنني من حقي نوصي لمن ما بغيت، علاش ما عنديش الحق؟ علاش كتمنع عندي لا وصية لوارث؟ منين كاين هذا؟ هذا ضعيف. ثم كنقولوا كذلك أنه منين كنقولوا تحريم منع تعدد الزوجات كنقولوا بان العصر الان العصر هو منطقي ولوجيك. شكون هذا اللي قاد دابا يعني يدير تعدد الزوجات غير الازمه الاقتصاديه الخانقه اللي كنعيشوها؟ وحتى الدين لما سمح بتعدد ديال الزوجات راه سمحوا بقيود، وهذه القيود هي المساواه والعدل بين الازواج. واش ممكن يكون هذا العدل بين الازواج؟ من قلنا الان مثلا انه نمشيو لمبدا البنوه بلا دي ان، اثبات البنوه بلا دي ان، هذا راه العلم لوجيك منطقي علمي، لان يمكن في واحد العصر ما كانش هاد الجينات علم الجينات ما مطوراش، ولكن في هذا العصر الان في هذا المشكل اللي كاين والتطور العلمي انه غنصبحوا حمقى غنصبحوا خارج التاريخ الا ما اعتمدناش انه في اثبات البنوه ما درناش المساله ديال لا دي ان. فبالتالي مجموع زواج القاصرات زواج الطفلات احنا مع هذا العصر، لان في العمل كاين منع تشغيل الطفلات والقاصرات، منع تشغيلهم. كيفاش منعها تشغلها وفي الوقت تعطيها انها تكون ربه اسره؟ راه هذا لا يتناقض، انك ممنوع تخدمها تخدم وفي نفس الوقت تمشي هي ربه بيت وربه اسره. لهذا قلنا احنا التعديلات اللي درنا ان التعديلات لا تصطدم لا مع المجتمع ولا تصطدم لا مع الدين ولا تصطدم مع الواقع.